حيث أجرى السلطان هيثم بن طارق إعادة تشكيل مجلس الوزراء وعين بدر بن حمد البسعيدي وزيرا للشؤون الخارجية خلفا للسياسي العماني المخضرم يوسف بن علوي. وتم بموجب المرسوم تعيين تيمور بن أسعد بن طارق آل بسعيد رئيسا للبنك المركزي وإلغاء بعض القوانين وإنشاء وزارات جديدة ودمج وزارات أخرى أو تغيير تسميتها. انضم إلي عبر سكايب من مسقط السيد أحمد الشيزاوي الكاتب والإعلامي العماني. أهلا بك معنا سيد أحمد. مرحبا بي. نعم، ما هي أبرز هذه التعديلات؟ نعم، حقيقة جميع التغييرات والتعديلات التي حدثت ليلة البارحة كانت منتظرة ومترقبة ومتوقعة أيضا. هي من حيث الجهاز الإداري أصبحت الحكومة الآن أكثر رشاقة وأكثر حيوية وأكثر كفاءة عن الحكومات السابقة. في هذه الحكومة أيضا عززت بكفاءات شبابية، وأيضا تم استبدال شخصيات ودمج أيضا هيئات ووزارات. في السابق كانت الحكومة أكثر من تقريبا 26 وزارة، أصبحت 19 وزارة، وكانت سابقا 19 هيئة حكومية، أصبحت 10 هيئات حكومية، وذلك يعني تماشيا مع الرؤية العمانية 2040. ما يحدث الآن هو ترجمة فعلية ونصية لرؤية 2040. نعم، يعني ما هي أسباب هذه التعديلات الوزارية؟ فقط تماشيا مع الرؤية التي تحدثت عنها، ما أن هناك أسباب أخرى؟ أسباب يعني لا توجد أسباب أخرى، هي فقط نقلة وتجديد للسلطان الحالي، وطبيعي جدا أن يضع بصماته في الحكومة الحالية، ونحن الآن نتلمس جزء من هذه اللمسات التي وعد بها في خطابه الأول. ومن الطبيعي أن تكون هناك تغييرات تتماشى مع سياسته هو خلافا نعم. عن السلطان الراحل. طيب، برأيك لماذا تم التخلي عن سياسي عماني كبير له تاريخ طويل مثل يوسف بن علوي؟ أعتقد لم يكن هناك استهداف ليوسف بن علوي كوزير خارجية مخضرم، والكل يشهد بدهائه السياسي، وأيضا هو عميد وزراء الخارجية العرب، هو أقدم وزير خارجية عربي، تقريبا 23 سنة وزير خارجية. لكن التغيير شمل جميع كبار المسؤولين القدامى في جميع الوزارات، أيضا شمل وزير المالية ومستشارين قدامى كانوا لهم يعني من مرحلة الثمانينات والسبعينات، كانوا أقدم من يوسف بن علوي، ولذلك التغيير لم يكن يقصد شخصيا، لكن كانت هي معدة لها سابقا بأن تكون هناك وجوه جديدة ودماء جديدة وأيضا إعطاء الثقة للجيل الجديد. طيب، هناك من رأى أن الإطاحة أو تغيير يوسف بن علوي سيد أحمد لا تتعلق فقط بضخ دماء جديدة، وإنما ذهب البعض إلى تغير وشيك في السياسات الخارجية لسلطنة عمان، كيف تعلق؟ لا نستطيع أن نقول أن هناك تغير في السياسة الخارجية لسلطنة عمان، ما زلنا في بداية المرحلة. السياسة الخارجية ما زالت موروثة من العهد السابق. هناك ملامح طبعا، والملمح الأكبر بروزا هو تأييد عمان للإمارات في تطبيعها المباشر مع إسرائيل، وما كان له ردود فعل مباشرة من المجتمع العماني وصدرت بيانات على رأسها المؤسسة الدينية في عمان، المفتي العام لعمان أصدر بيان مباشر رافضا لهذا التطبيع، وأيضا مجموعة من المثقفين الذين وصل عددهم تقريبا 200 إلى 250 مثقف وكاتب وصحفي أصدروا بيان أيضا رافض لأي خطوة قادمة للتطبيع مع إسرائيل. إذن فالسياسة التي كانت متبعة سابقا والتعامل مع إسرائيل أيضا لم يكن جديدا. نحن من يوم اتفاق أوسلو تقريبا وإسرائيل فتحت مكتب تجاري لها في عمان في سنة 96، وأيضا في قطر، ومن ثم تم إغلاقها بعد الانتفاضة الثانية في 2000 أو 2001 تقريبا، فتم إغلاق هذه المكاتب. اليوم نحن ندخل في مرحلة جديدة في التعامل مع إسرائيل، للأسف هذه المرحلة تدخل في التطبيع المباشر وليس في العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. والخطورة هنا أن كيف
كيف ستتعامل هذه الدول الخليجية، وكيف ستسمح لإسرائيل أن تدخل منطقتها بدون أي يعني ضمانات لاستقرار نعم، هذه المنطقة. شكرا جزيلا لك أحمد الشيزاوي الكاتب والإعلامي العماني، كنت ضيفي عبر سكايب. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من أضواء على الأحداث، حتى ألقاكم في حلقات قادمة، دمتم في أمان الله، السلام عليكم.